أقدم لك هدية بسيطة، اللي هي الوردة اللي كانت هنا طول الحلقة، وبيك تقرأ لي. سلام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يقول أنا ما علي خلاف وفي جنبي شجاعي، رفيقي اللي على الشدات وذراعه ذراعي. أنا أشهد يا أبو فلاح. تستاهل يا أبو شبيب. أشهد أنك رفيق، وأشهد أنك أخو، ومن مكاسب البرنامج لأنت والأخواني. يا بعد حي. أهني فيك جمهورك، أهني فيك تقديمك للفقرة هذه. أنا فخور وسعيد أني كنت أول واحد معك هنا. يشرفني ويزيدني من غير كسور من أخويانا جميعا. طول عمرك. فختاما، دائما السؤال عن الحال قد يخفف مسافات طوال بيننا. اليوم نسأل صديق ونبحر في محيطه الشخصي، ولكن أنت يا عزيزي المتابع، هل أديت واجب التساؤل؟ ليقصر طول هذا الوقت ويخاف الهدوء من ضجيج المحادثات. شكرا لضيفي محمد على تحمله وإجاباته وصراحته معي، وشكرا لوقتك الثمين على متابعة خطوتي الأولى في تجربة التقديم. شكرا لمعدين هذه الفقرة، ما أنتم إلا جناحين نحلق بها في سماء الإبداع. ترقبوني في القادم وهناك ميداني. شكرا لكم جميعا أخواني المشاهدين والمشاهدات في فقرة المحيط الشخص. وداعا، كنت معكم محمد الطوالة، نراكم على خير. شكرا لكم.